بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة، المحاضرة رقم 9 لمقرر إدارة الجودة الشاملة لطلاب برنامج إدارة الأعمال كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. اليوم إن شاء الله إحنا بنبدأ محاضرتنا، نبدأ فيها فصل جديد وهو الفصل السادس اللي بيتكلم عن التخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة. استعرضنا مع بعض المحاضرة الماضية فصل من الفصول اللي قلت لكم عليها، فصول ممتعة عندنا في الكتاب، وهو القيادة والجودة الشاملة. بدأنا بتعريف وارن بينس للقيادة والإدارة، واتكلمنا فيه عن الفرق بين القائد والإداري، وعرضنا لبعض مصادر القيادة وخصائصها. بعد كده دخلنا في نظريات القيادة المعاصرة، وعرضنا لمجموعة من النظريات زي نظرية السمات، نظرية المهارات الشخصية، نظرية السلوك النمطية، نظرية الظرفية، ونظرية التحويلية، ونظرية الموقف، ونظرية مسار الهدف. وزيلنا هذا الجزء بجدول يبين أهم النظريات ومفهومها. وبعد كده اتكلمنا عن عناصر القيادة الفعالة وخصائص القيادة الفعالة في الجودة الشاملة، ولخصناهم في 12 خاصية وفقا لما هو مقرر علينا في الكتاب، اللي بتشمل إعطاء الأولويات لاحتياجات العملاء، تمكين المرؤوسين ومنحهم الثقة في مجال العمل، التأكيد على التطوير والتحسين المستمر، التأكيد على مبدأ الوقاية بدلا من التفتيش، تشجيع التعاون بدلا من التنافس، والتأكيد على أهمية تدريب المرؤوسين، النظر إلى المشكلات على أنها فرص للتعلم، محاولة تفعيل اتصالات بين المرؤوسين والإدارات، التحقق من نشر ثقافة الجودة الشاملة ومنهجيتها في المنظمة، الالتزام نحو التطبيق الفعال للجودة الشاملة، اختيار المورد على أساس الجودة وليس السعر، وأيضا تأسيس مجلس للجودة على مستوى الإدارة العليا. وبعد كده اتكلمنا عن دور الإدارة العليا في تطبيق الجودة الشاملة، وقلنا إن في مجموعة من المهارات يجب أن تتوافر زي المهارات الفنية والمهارات الاتصالية والمهارات التحليلية ومهارات صنع القرار، وإن دور الإدارة العليا في الجودة الشاملة يتلخص في 9 نقاط: هي وضع سياسة الجودة وأهدافها في المنظمة، نشر وتعميم سياسة الجودة وأهدافها من أجل زيادة وعي العاملين، ضمان التركيز على احتياجات العميل، ضمان تنفيذ العمليات الضرورية لتلبية احتياجات العملاء، تأسيس نظام إدارة جودة كفء وفعال، ضمان توفر الموارد الضرورية، مراجعة نظام إدارة الجودة بشكل دوري، اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الجودة وأهدافها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير نظام إدارة الجودة. وأخيرا اتكلمنا عن أهمية التزام الإدارة العليا بتطبيق الجودة الشاملة من خلال 9 نقاط وفقا لما ذكره أوكلاند، وهما: التزام طويل الأمد نحو التحسين المستمر، تبني فلسفة منع الأخطاء والعيوب الصفرية، تدريب العاملين على فهم طبيعة العلاقات بين العميل الداخلي والمورد، جودة إدارة العملية عملية تحسين الأنظمة المستمرة، تبني طرق حديثة للإشراف والتدريب، تفعيل اتصالات وإزالة الحواجز بين الدوائر والأقسام المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، تجنب بعض الممارسات الخاطئة، وتنمية الخبراء في المنظمة وتطويرهم والعمل على الاحتفاظ بهم، وأخيرا اتباع منهجية منظمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. بكده كنا أنهينا الفصل الخامس، وزيلنا الفصل بمجموعة من التدريب على الأسئلة المتوقع أن يجي زيها أو شبيهة بيها، وعرفنا شكل الأسئلة ممكن إزاي، وممكن السؤال يستهدف إيه، وإيه من الأسئلة بيقيس بيه المعرفة، وإيه بيقيس التذكر، وإيه بيقيس الفهم، وإيه بيقيس التحليل والتركيب. وأنهينا المحاضرة بدراسة حالة عن الشركة العالمية للسيارات،
وعرضنا لثلاث أنماط من القادة: تولوا إدارة الشركة لمدة 10 سنوات، وشفنا كل واحد منهم اتبع أي نمط من أنماط الإدارة، وقدرنا إن إحنا من خلال دراستنا النظرية لنظريات الإدارة أو نظريات القيادة نقول كل واحد فيهم بينتهج أي من تلك النظريات. بكده وقفنا عند الفصل الخامس، وبنبدأ اليوم إن شاء الله مع بعض على الفصل السادس في المقرر، وهو فصل أكثر يعني متعة وفصل جميل، وإن شاء الله نستمتع بدراسته مع بعض، عن التخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة. التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية بشكل عام موضوع مش جديد عليكم، موضوع درسناه كلنا مع بعض، في يعني درسناه في من خلال مقررات المواد المقررة علينا في البرنامج، وعندنا خلفية جيدة عنه وعن موضوعاته، يعني مش موضوع جديد عليكم. لكن اللي احنا عايزين نركز فيه زي ما عملنا في القيادة عن ارتباط ده بالجودة الشاملة، وازاي التخطيط الاستراتيجي امر مهم لمسألة تحقيق الجودة الشاملة لأهدافها. بنبدأ كالعادة بفكرة التعريفات، ونذكر نفسنا كده بموضوع تعريفات الجودة الشاملة. فاكرين لما في الفصل الرابع خدنا تعريفات الجودة الشاملة، وقلنا واحد من التعريفات دي، حتى انا جايب لكم هنا السلايد ده، شوفوا السلايد اللي بيظهر قدامنا ده زي ما هو كده، احنا خدناه زي ما هو كده بالظبط من الفصل الرابع، كان اسمه تعريف لمعهد الجودة الفيدرالي الأمريكي. وقتها عرفوا الجودة الشاملة على إنها نظام إداري استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا العميل. إذا معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي شايف إن الجودة الشاملة هي نظام إداري استراتيجي متكامل. هنا بنشوف بقى فكرة ارتباط الجودة الشاملة بالفكر الاستراتيجي داخل المنظمة، بالإدارة الاستراتيجية، بالتخطيط الاستراتيجي. كذلك تعريف كورتادا ده 95 بيقول إن إدارة الجودة الشاملة بيصفها بأنها مجموعة من التنظيمات الاستراتيجية طويلة الأجل تساعد الإدارة على توفير مبادرات تحسين مستمرة من خلال جميع أقسام الإنتاج، لكون مبادرة التحسين قد تنطلق من أحد الأقسام ومع مرور الزمن ستدخل إلى جميع أقسام المنشأة بسبب التداخل في طبيعة الأنشطة بين الأقسام المختلفة. يهمني السطرين الأولانيين دول، إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة من التنظيمات الاستراتيجية طويلة الأجل. يبقى كورتادا ومعهد الجودة الفيدرالي شايفين إن الجودة الشاملة ليها ارتباط وثيق الصلة بفكرة الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. الجودة الشاملة دي فكرة جات لنا منين أو بتتكلم عن إيه؟ بيقول إن الإدارة التقليدية في خضم المعطيات والتغيرات اللي حصلت في القرن 21 وثورة تكنولوجيا المعلومات اللي احنا عايشينها، أصبحت اليوم غير قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل الداخلية والخارجية. لذلك أصبح تبني خيار التخطيط الاستراتيجي وممارسة الإدارة الاستراتيجية أمر ملح على المؤسسات والمنظمات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها. ده لأن الإدارة الاستراتيجية بتمثل منهج فكري يمتاز بالإبداع والابتكار، بتتميز عن الإدارة التقليدية بأنها بتعتمد على الإبداع والابتكار، والأهم من ذلك مراعاة المتغيرات المستقبلية في بيئة العمل الداخلية والخارجية على حد سواء. وفكرة التغيرات دي أمر غاية في الأهمية، ويمكن في مثال بحب أقوله دايما في هذا الموقف، وهو شركة نوكيا. مين مننا ما شالش تليفون نوكيا في مرحلة بداية الألفينات كده، 2001 و2002 ولحد 2005 و2006 والحاجات دي. في الوقت ده خاصة في الدول الشرق الأوسط والدول العربية والدول الأوروبية كثير منها، كانت نوكيا هي يعني من أوائل الشركات إن لم تكن الأولى هي الأكثر مبيعا للتليفونات المحمولة في هذه الأسواق. كان ليها وجود قوي جدا جدا في الفترة دي، وكل الناس بتثق في منتجاتها. لكن النهاردة حد يقول لي كده فين نوكيا؟ مين كام واحد من أصحابنا أو عندنا في العائلة أو الناس اللي احنا نعرفهم أو زملائنا في العمل شايلين نوكيا؟
مش هنلاقي عدد كتير، وكتير مننا هيقولوا صفر، مفيش حد خالص. اللي حصل ان نوكيا خرجت بره السوق بشكل مفاجئ، بشكل يعني مثير للانتباه، لان لم يكن لديهم القدرة على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية باللي هيحصل في سوق التليفونات المحمولة. اللي حاصل ان هم كانوا تميزوا ببعض الجيمز اللي كلنا لعبناها بالشكل التقليدي للتليفون المحمول، لكن ما كانش عندهم رؤية ان في غضون سنوات، وبداية بقى من 2006 و2007 و8 هندخل في فكرة السمارت فون، في فكرة الابس، ان ازاي يبقى في تطبيقات بتستخدم على التليفون والناس كلها هتروح ليها. ففاضل الى ده ابل طبعا وسامسونج والنظام اندرويد اللي عملوه، وكل من تحالف معاهم وقدر ان هو تو سيرفايف او يعني يستمر في المنافسة. لكن نوكيا خرجت من المنافسة بشكل غريب جدا جدا بعد نجاحات عظيمة حققتها، والسبب الرئيسي في النهاية يعزى الى عدم قدرتهم على التنبؤ بالمتغيرات الحادثة في سوق الاتصالات في العالم، لان هم لم يكن لديهم منهج تخطيط استراتيجي قوي يمكنهم من التوافق مع متغيرات السوق الجديد. فلذلك بنقول ان الادارة الاستراتيجية النهاردة امر لا غنى عنه لكل المنظمات اللي عايزة تستمر في السوق واللي عايزة تفضل في المنافسة. وبنجد مصطلحين بيطلعوا عندنا، فكرة الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. نفس فكرة الإدارة والتخطيط، يعني مش عايزينها نقف عندها كتير، إن مش ده اللي هيعمل لنا الكونفيوجن يعني أو اللخبطة، لأن الإدارة التخطيط الاستراتيجي هو جزء من عملية كبرى هي في عملية الإدارة الاستراتيجية. فمنين ما هنسمع دي أو هنسمع دي، فإحنا خلاص عارفين إيه الفرق بينهم وإيه ارتباطهم ببعض. ففكرة الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ليهم اتصال مباشر مع مفهوم الجودة الشاملة، لأنهم الاتنين بيركزوا على المستقبل، الاتنين بيبصوا للمدى البعيد للمنظمة وعايزينها تحقق أهدافها في المدى البعيد. الاتنين عاوزين يعملوا تغييرات استراتيجية في فلسفة إدارة المنظمة من خلال إحداث التغييرات دي، هي بنقول عليها تغييرات استراتيجية بتشمل كافة أرجاء المنظمة، بيقدروا يوصلوا لأهدافهم والاستمرار في المنافسة أو في تقديم السلع والخدمات بأفضل جودة ممكنة بهدف تحقيق رضا الزبون وإشباع احتياجاته الآنية والاستعداد لإشباع حاجاته المستقبلية وتوقعها بشكل جيد. وده يعد هدف استراتيجي في حد ذاته لأي مؤسسة بتعيش في سوق اليوم، هو تبني منهجية الجودة الشاملة بوصفها فلسفة إدارية جديدة للمنشأة. يبقى بنقول ان الاداره الاستراتيجيه الجوده الشامله الاتنين بيبصوا على المستقبل، والجوده الشامله في حد ذاتها هي استراتيجيه او يجب ان تكون استراتيجيه للمنظمات اللي بتعمل في السوق اليوم، وبيكون طبعا هدفها هو رضا العميل. وفي السياق ده زي ما عرضت لكم ان الجوده الشامله بتعرف على انها نظام إداري استراتيجي متكامل يسعى لتحقيق رضا العميل. وكورتادا زي ما قدامنا بيقول إنها مجموعة من التنظيمات الاستراتيجية طويلة الأجل. إذن الحديث عن ضرورة وجود استراتيجية للتطوير المؤسسي وإدخال برامج تعزز الجودة الشاملة يتطلب أيضا وجود نظرة استراتيجية لدى قيادة المؤسسة وأعضائها الآخرين، ويحدد فيها متطلبات تطبيق الجودة الشاملة وتحسين الأداء مع ربط الرؤى الاستراتيجية بالخطط والبرامج العملية والتنفيذية من خلال ممارسة طرق وأساليب الإدارة الاستراتيجية وأدوات الجودة الشاملة بكفاءة وفعالية. يبقى اختصارا بنقول تتطلب الجودة الشاملة نظرة استراتيجية من قبل قيادة المؤسسة. يبقى علشان ننفذ جودة شاملة في أي مؤسسة أو أي منظمة بتعمل في السوق، لازم عشان يكون في جودة شاملة يكون في نظرة استراتيجية من قبل قيادة المؤسسة. لو ما فيش رؤية استراتيجية لهذه المنظمة أو المؤسسة أو الشركة اللي بنعمل فيها، لو ما لهمش رؤية استراتيجية هيكون من الصعوبة بمكان إن احنا نطبق منهج الجودة الشاملة بشكل جيد.
طيب عشان نشوف الإدارة الاستراتيجية دي جت منين وظهرت من فين، نقول تشير معظم الأدبيات إن كلمة استراتيجي دي مشتقة من الكلمة اليونانية استراتيجوس، وهي تعني فن القيادة العسكرية، فن القيادة العسكرية. وكلمة استراتيجوس دي كلمة يونانية كانت مرتبطة أكتر بالحروب والمعارك في هذا الوقت. وقاموس نيو وورلد ديكشنري ويبستر بيعرف الاستراتيجية بأنها علم تخطيط العمليات العسكرية وتوجيهها، علم تخطيط العمليات العسكرية وتوجيهها. على الرغم من أن مفهوم الاستراتيجية قد بدأ في المجال العسكري، إلا أنه لم يعد استخدامها قاصرا على هذا المجال فحسب، بل أصبح مستخدما في مجالات وعلوم كثيرة جدا منها طبعا المجال الإداري. إذا بدأت الفكرة في استخدام كلمة الاستراتيجية في المجالات العسكرية، لكنها امتدت إلى كافة العلوم الاجتماعية كالسياسة والاقتصاد وعلم الإدارة والاجتماع إلى آخره. ويعد مفهوم الإدارة الاستراتيجية في مجال علوم الإدارة مختلفا، وتم اختلف عليه بين الباحثين، ولم يتفق على تعريف شامل ومحدد للاستراتيجية في العلوم الإدارية. نجد أن بعض علماء الإدارة اهتموا بالاستراتيجية الإدارية واهتموا بوضع الغايات والأهداف الرئيسية وصياغة الأولويات، وبعض آخر اهتم بعملية صياغة أهداف محددة ووضع بدائل مختلفة واختيار البدائل المناسبة للتنفيذ في فترة زمنية محددة. من أول الناس اللي عرفوا الاستراتيجية كانت شالندر، وهنيجي لتعريفات الاستراتيجية بعد قليل. إلى أننا يجب أن نذكر هنا أن تم استخدام في الماضي استخدم كلمة استراتيجية، وبعد كلمة الاستراتيجية بدأوا يستخدموا كلمة سياسات الأعمال، إلى أن تم استبدالها بمصطلح الإدارة الاستراتيجية نظرا لشموليته وقدرته على تمكين المنظمات من بلوغ أهدافها بفعالية وكفاءة عالية. من هنا ظهرت الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الاستراتيجية، خاصة مع المتغيرات اللي بتحدث في بيئة الأعمال. وبدأنا نعرف ما هي الإدارة الاستراتيجية في ضوء المتغيرات اللي أشرنا إليها. كالعادة بنعرف الكثير من التعريفات اللي موجودة معانا وبنتكلم عنها، وبنتيح للطالب والطالبة اللي معايا فرصة إن أنت كمان اكتب أو أنت كمان اكتبي من مفرداتك الخاصة التعريف اللي أنت شايفاه سليم، اللي أنت مقتنع بيه انه فعلا بيعرف الإدارة الاستراتيجية او الاستراتيجية. اول تعريف عندنا اليوم هو للعالم تشالندر، بيقول الاستراتيجي بيعرف الاستراتيجية بيقول هي تحديد الاهداف والغايات على المدى البعيد وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الاهداف والغايات. يبقى بيعرفها تشالندر بيقول هي تحديد الاهداف والغايات على المدى البعيد وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف والغايات. تعرف الاستراتيجية أيضا من وجهة نظر أنسوف على أنها تصور المنظمة عن طبيعة العلاقات المتوقعة مع البيئة الخارجية وتحديد نوعية الأعمال والأنشطة التي ينبغي القيام بها على المدى البعيد والتي تسعى المنظمة من وراءه إلى تحقيقها وأهدافها. برضو بيركز على فكرة تحقيق الأهداف والغايات، بس هنا مع مراعاة البيئة الخارجية اللي بتعمل في ظلها المنظمة. بينما نجد تعريف آخر للإدارة الاستراتيجية، وهو وضع الخطط المستقبلية للمنظمة وتحديد غاياتها على المدى البعيد واختيار المسار الملائم من أجل تنفيذ الاستراتيجية. أنا عندي إدارة استراتيجية، عندي تخطيط استراتيجي، عندي تنفيذ استراتيجيات
يجب أن تقوم الإدارة بتنفيذها وصولا لغايتها وأهدافها. تعريف آخر للإدارة الاستراتيجية على أنه أو على أنها هي الخطة الموحدة المتفاعلة والشاملة التي تربط المزايا الاستراتيجية للشركة بتحديات البيئة. الخطة الموحدة المتفاعلة والشاملة التي تربط المزايا الاستراتيجية للشركة بتحديات البيئة. وتعريف آخر للإدارة الاستراتيجية هي تلك الفعاليات والخطط التي تضعها المنظمة على المدى البعيد بما يكفل تحقيق التلاؤم بين المنظمة ورسالتها وبين الرسالة والبيئة المحيطة بها بطريقة فعالة وكفؤة. نقوله تاني، الإدارة الاستراتيجية هي تلك الفعاليات والخطط التي تضعها المنظمة على المدى البعيد بما يكفل تحقيق التلاؤم بين المنظمة ورسالتها وبين الرسالة والبيئة المحيطة بها بطريقة فعالة وكفؤة. وأخيرا عندنا تعريف كين للإدارة الاستراتيجية على أنها الخطة التي تتكامل فيها الأهداف الاستراتيجية والسياسات والإجراءات وخطة متابعة الأنشطة للتحقق من تحقيق الترابط العام. دي مجموعة من التعريفات للاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية قالها مجموعة من العلماء، لكن تلخيصا لهذا بنقول ان احنا مقدرش نتكلم عن تخطيط استراتيجي وإدارة استراتيجية ضمن سياق مؤسسي غير لما نغطي الحاجات دي، تحديد رسالة المنظمة وغايتها وأهدافها في ضوء البيئة الداخلية والخارجية، ونوضح أهم مخرجات التخطيط الاستراتيجي. وإننا عشان نتكلم عن تخطيط استراتيجي لازم يكون عندي صياغة رسالة المنظمة وغايتها وأهدافها، فأي منظمة ملهاش رسالة فمنقدرش نقول إن هي بتنتهج منهج التخطيط الاستراتيجي. تكوين الرؤية الاستراتيجية، نتكلم عن الرسالة وعن الرؤية. تحليل البيئة داخليا وخارجيا اللي بنقول عليه SWOT analysis، صح؟ فاكرين الكلام ده خدناه في الإدارة الاستراتيجية. SWOT analysis يعني ايه؟ بنسميه التحليل البيئي اللي بيشمل تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وبنرمز اليه بالأربع حروف الأولى من أربع كلمات اللي هي S strength قوة، W اللي هي weaknesses الضعف اللي هي دول الموجودين في البيئة الداخلية، عندي أوجه قوة وأوجه ضعف. في البيئة الخارجية عندي فرص وتهديدات، فرص opportunities تهديدات threats. ف SWOT بيرمزوا إلى SWOT analysis أو تحليل التحليل البيئي. أيضا عليا أن أو علينا أن عشان نتكلم في تخطيط استراتيجي يكون في إعداد للبداية الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة وتنفيذ الاستراتيجية وأخيرا المتابعة والتقويم. تكلمنا عن بيئة داخلية وخارجية وصوت أناليسيز وعن رؤية ورسالة. تعالوا نفتكر مع بعض كده إيه الفرق. الرسالة بفيديو بسيط وقصير وبعدين نرجع لبعض تاني.
يعني كنت بنحاول ان احنا نجيب وجهات نظر مختلفة عن فكرة الرؤية والرسالة، والفيديو اللي قدامنا ربطها لنا فكرة السعادة والنجاح والرؤية الشخصية لشخصك والرسالة اللي انت بتؤديها. وفي مجال الاعمال بنقولها اختصارا ان الرؤية هي حلم المنظمة لما ترغب ان تكون عليه في المستقبل، والرسالة هي سبب الوجود. احنا موجودين بنعمل ايه؟ كتير بنسمعها في الدراما يقول والله انا اديت رسالتي في الحياة، رسالتي زوجت ابنائي، علمتهم، ربيتهم، whatever ايه هي رسالة. المعلم في مدرسته خرج اجيال وعلمهم المادة اللي بيقوم بتدريسها، ووثق ان هم قادرين على انهم ينفعوا مجتمعهم باللي هم اتعلموه. هذه الرسالة، فكرة احنا موجودين بنعمل ايه، سبب الوجود، انا ايه دوري في الحياة. الرؤية هي الصورة اللي أنا شايف نفسي عليها في المستقبل. أنا شايف نفسي إزاي بعد كام سنة، بعد 5 سنين، 10 سنين، إحنا كمنظمة شايفين نفسنا إزاي. فنجد دايما في الرؤية نشوف كلمة تسعى أو نسعى إلى تحقيق، إلى أن نكون لنا كذا وكذا وكذا. الرسالة إحنا بنقوم بإيه فعلا. فاللي قدامنا ده رؤية ورسالة وقيم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اللي كلكم بتنتموا إليها. كم واحد عارف الرؤية والرسالة والقيم أو شافهم قبل كده، أو لو سئل عليهم يقدر يقولهم؟ ما أعتقدش كتير، وده قصور في حد ذاته في فكرة إيماننا الشخصي بأهمية الإدارة الاستراتيجية والفكر الاستراتيجي، سواء كمنظمة أو كناس بتنتمي لهذه المنظمة كأفراد. حتى مستوى شخصي، مين فينا لو سألته عن رسالته الشخصية ورؤيته لنفسه كمان 5 سنين 10 سنين قادر انه يجاوب بوضوح ويكون مخطط للكلام ده فعلا، مش هيقول كلام ارتجالا او هيجاوب يعني وفقا للسؤال والموقف اي حاجة تيجي على باله. فدي حاجة مهم ان احنا نبدأ نتدرب عليها من دلوقتي، ان اي مؤسسة بنروحها اي منظمة بنتعامل معاها، قبل ما نتعامل معاها لازم نعرف ايه هي رؤيتها ورسالتها وقيمها. والشيء بشيء يذكر، واغلبكم كل يعني احنا في الفصل الثامن وان شاء الله بننهي بنهاية الترم ده بنحصل على الشهادة. في منكم اللي هيستمر في وظيفته، وفي منكم اللي هيقدم عشان يروح وظيفة افضل بالمؤهل الجديد اللي حصل عليه، وفي منكم اوريدي مش بيشتغل لسه ومستني يخلص السمستر بتاعه عشان يقدم في عمل. فكلنا هنتقدم على وظائف، كلنا هنقدم ريزومي او سي في او بنسميه سيرة ذاتية. طيب كلنا خريجين كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، كلنا معانا بكالوريوس ادارة اعمال. ايه هي الميزة التنافسية اللي هتميزك عن زميلتك او هتميزك عن زميلتك، عن زميلك، يخلي صاحب العمل يديلك الوظيفة دي وما يديهاش لحد تاني. فعايز نستغل دراستنا هنا في الإدارة الاستراتيجية ونعمل نتدرب ان احنا اي مؤسسة او منظمة ندخل قبل ما اعمل فيها اي حاجة واقدم حتى على شغل او اروح ان انا اتعامل معاهم، ادخل على رؤيتها ورسالتها وقيمها. عشان وانا بتعامل معاهم اقول لهم على المثال اللي انا قلت لكم بتاع السي في، اقول والله انا شايف رؤيتكم عاوزين تحققوا الريادة في مجال كذا كذا كذا، وانا كمان من رؤيتي لنفسي ان انا عايز اكون مميز جدا في المجال ده في المستقبل. فاحنا رؤيتنا متوافقة مع بعض، رؤيتكم كمنظمة ورؤيتي الشخصية عن نفسي. انتوا رسالتكم الالتزام بكذا وبمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وانا كمان من رسالتي ان انا اقدم اقوم بعملي باقصى جودة ممكنة وبافضل حاجة ممكنة انا تم تدريبي عليها. فيبقى هنا بتقول لهم ان في توافق، ان احنا الاتنين متوافقين ان انتوا كمنظمة وانا شخص كشخص ألزمنا نفسنا بفكرة الأداء على أفضل صورة ممكن. القيم هتقول لي أنتوا لديكم قيم بتؤمنوا بيها كذا وكذا، والروح الفريق والانتماء و و و وأنا كمان والإتقان، وأنا كمان رجل عندي قناعة بأن الإتقان العمل ده أمر ديني، ديننا بيحثنا عليه، ومن الحديث اللي بنتكلم عنه دايما ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. انا راجل بحب روح الفريق، بحب كذا بحب كذا. اذا نفس القيم اللي موجوده عندكم هي القيم اللي انا مؤمن بيها. فكل ده لما اشوف الريزوم بتاعك هيجد ان في توافق بينك كشخص مرشح للعمل
وبين رؤية ورسالة وقيم المنظمة، وإنك ممكن تكون أد أون أو تكون إضافة يمكن الاستفادة بها في المستقبل عن أي واحد قدم لهم سي في أو عامل سي في أخده ووزعه على عشرات الشركات بدون تمييز بين الفروق اللي بين المؤسسات دي والمنظمات. لكن انت عشان تتميز وانت عشان تتميزي بنصحك دايما وانت بتعملي السي في بتاعك اعملي الريزومي لمؤسسة بعينها، لمنظمة بعينها، وانت بتقدمي اما تيجي تقدمي لمنظمة تانية عدلي في الريزومي بتاعك وخاطبي المؤسسة دي بلغتهم برؤيتهم برسالتهم بقيمهم. عندي هنا كنت مجهز تدريب عملي عن الرؤية والرسالة والأهداف، وللأسف طبعا عشان احنا مش متواصلين مع بعض فمش هنقدر ان احنا نتناقش فيه، بس برضو مهم وانتوا قاعدين معايا تدخلوا على الانترنت وتجيبوا لي رسالة ورؤية اي شركة في ذهنكم، الشركة اللي انتوا بتعملوا فيها لو بتعملوا في شركة حاليا، او شركة بتسعوا للعمل فيها مستقبلا بعد التخرج، او اي شركة عالمية ماكدونالد سامسونج تويوتا وات ايفر اي حاجة، ونفتح مع بعض الرسالة نشوفهم كاتبينها ازاي، نفتح مع بعض الرؤية نشوفهم عارضينها ازاي، ونشوف القيم اللي هم بيؤمنوا بيها نحاول نعملها احنا مع بعض نتكلم. هنجد ان الرؤية في كل المؤسسات دي او ما يجب ان تكون عليه الرؤية هي حلمنا للمستقبل، احنا شايفين نفسنا افضل شركة بتقدم سيارات تتسم بالامان مثلا في العالم، احنا شايفين نفسنا افضل شركة بتقدم سيارات فيها اللوكسري او فيها الرفاهية والفخامة، احنا شايفين نفسنا افضل شركة بتقدم بتعمل في مجال تكنولوجيا الحاسب الآلي وبتقدم البرمجيات وكذا وكذا. كل الناس شايفين نفسهم بيحققوا الريادة بيحققوا تميز في مجال معين. هتجد الرسالة احنا موجودين عشان ايه؟ ان احنا موجودين عشان نقدم خدمة كذا بهدف تحقيق رضا العميل، احنا موجودين عشان نحقق منتجاتنا تصل لكل الناس في كل العالم بأسعار قليلة وهكذا، احنا موجودين عشان ايه؟ والقيم طبيعي الناس كلها بتتكلم في اطار واحد لاتقان الاعمال والابداع والابتكار والسوشيال ريسبونسابيلتي الى اخره. فانا جايب لكم نموذج لده عشان طبعا ما فيش مساحة ان انا اسمع منكم تجيبوا لي انتوا نماذج ونسمع منها، فانا جايب مثال لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل اللي احنا بندرس فيه. رؤية الجامعة هي أن نكون جامعة رائدة بايونير يعني تحقق التميز محليا وإقليميا وعالميا. يبقى أنا بنفهم من كده أن الجامعة ليها رؤية أنها تكون جامعة متميزة على المستوى المحلي والإقليمي بل والعالمي. يبقى نفهم من كده أن الجامعة تشتغل الفترة دي أو الفترة اللي جاية على أنها تعلي الرانك بتاعها وسط الجامعات السعودية ووسط الجامعات العربية مثلا ووسط الجامعات الآسيوية ووسط الجامعات العالمية، وتأخذ كل ما هو من شأنه أن يرتفع بالرانك اللي هو الترتيب العالمي للجامعة وفقا للرؤية. رسالة الجامعة اللي احنا بندرس فيها مع بعض هي تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة. الجامعة بتركز على تقديم الخدمات المعرفية اللي هي المقررات اللي حضراتكم بتدرسوها، خدمات بحثية المفروض ان احنا بنقوم بعمل ابحاث عمل ابحاث من خلال قضايا التدريس في الجامعة، ومهنية اللي هي التطوير مهنية ابداعية اللي هي تطوير مؤسسات الموجودة بشراكة مجتمعية فاعلة المؤسسات الموجودة في المجتمع، اللي هي بتعكس الثلاث حاجات الرئيسية للجامعة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. القيم انتماء اتقان روح فريق شفافية تنوع ابداع مسؤولية اجتماعية. تم صياغة الرؤية والرسالة بكلمات بسيطة جدا ما فيهاش اطالة، لو انتوا كنت شفتم او حد منكم شغال معايا حاليا دخل على رؤية ورسالة اي منظمة ممكن نجد فيها تطويل ممكن نجد فيها سرد ملوش لزوم يعني، فمهم جدا لما نصيغ الرؤية نصيغ الرسالة نقولها بكلمات بسيطة زي اللي قدامنا كده واضحة تماما، بتحدد رؤيتي بتحدد انا رايح فين في المستقبل ايه توجهي، رسالتي بتوضح انا بعمل ايه دلوقتي، والقيم نضع منها ما نشاء من القيم اللي احنا مؤمنين بيها. ايه احنا طيب فوق جودة شاملة وكلنا بنشتغل في منظمات وشركات او هنشتغل بعد التخرج، طيب نستفيد من الكلام ده ازاي؟
مهم قوي ان احنا نشوف الشركة اللي هنشتغل فيها او المنظمة، ونبدأ ندرس ونحلل الرؤية والرسالة والقيم، ونحاول نضيف كلمة الجودة ليهم. ممكن منكم اللي شاف المهيدب، شاف المجدوعي، شاف ماكدونالدز، شاف سامسونج، هيجد ان كلمة الجودة موجودة سموير، يا اما في الرؤية ان احنا نكون افضل ناس بنقدم الخدمة دي بافضل جودة ممكنة، او في الرسالة نجي كده تلتزم المنظمة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة في مجال البرمجيات مثلا، في مجال كذا. تلتزم الشركة بتقديم منتج يتميز بالجودة وفقا للمواصفات العالمية في مجال كذا. فهتلاقي كلمة جودة أو تحسين مستمر أو خالي من العيوب أو whatever الكلمات المترادفة دي موجودة ليها انعكاس أو ريفليكشن في الرؤية أو الرسالة أو حتى في القيم. هنلاقي يعني في القيم الإتقان، يعني هنا كلمة الإتقان هي بديل لكلمة الجودة، فمنعكسة في القيم بالنسبة للجامعة هنا. لكن في مؤسسات أخرى ممكن تلاقي الجودة موجودة في الرسالة، في مؤسسات تانية ممكن تلاقيها في الرؤية، لكن ما ينفعش بأي حال من الأحوال يبقى مفيش لوجود للجودة أو مرادفاتها في رؤية ورسالة وقيم الشركة اللي انت تشتغل فيها. هنا على الفور عليك انك تتواصل مع الادارة العليا، او عليك التواصل معاهم وتقول لهم ضرورة احنا في وقت لازم نغير فيه رؤيتنا ورسالتنا ونطورها بحيث تشمل فكرة الجودة. يبقى دي اول حاجة، يعني هدف احنا انا شخصيا عايز اوصل له معاكم في دراستنا لهذا الفصل، اننا نبدأ نحلل الرؤية والرسالة والقيم بتاعت شركتنا، وندعم فكرة الجودة لو موجودة نبروزها، يعني نحطها في إطار أو نضيفها لو مش موجودة. طيب، مستويات الإدارة الاستراتيجية، عندنا 3 مستويات بنتكلم فيهم في الإدارة الاستراتيجية. هي استراتيجية المنظمة ككل بنسميها الكوربوريت استراتيجي، دي تبقى استراتيجية المنظمة بشكل عام. استراتيجية الأعمال بزنس استراتيجي، استراتيجية الوظائف فانكشن استراتيجي. بنقصد باستراتيجية المنظمة ككل هي الاستراتيجية اللي بيعتمد عليها في اتخاذ القرارات البعيدة المدى وتحديد الموارد اللازمة لإنجاز أنشطة المنظمة بشكل عام، وبتهتم بتحليل الفجوة الاستراتيجية اللي هي استراتيجي جاب للمنظمة وتعريفها من خلال تحديد الوضع الحالي مقارنة بالوضع المقبول مستقبلا. احنا بنشوف وضعنا الحالي فين من خلال طبعا SWOT analysis، وبعدين بنشوف احنا عايزين نروح فين، رؤيتنا رايحين فين. طب الفرق ما بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي ده بنسميه جاب analysis او تحليل الفجوة. عليه بنحدد الغايات الجوهرية التي تسعى المنظمة أو المؤسسة لتحقيقها، وكذلك تحديد الطرق وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية بين مختلف الأقسام وأنشطة العمل اللازمة. غالبا ما بيقوم بوضع الاستراتيجية على مستوى المنظمة ككل الـ CEOs الـ Executive أو المديرين التنفيذيين، وبالمشاركة مع أعضاء مجلس الإدارة، وبنسميه بورد اوف دايركتورز، بيطلق عليه دايما BOD بورد اوف دايركتورز. المستوى الثاني من مستوى الاستراتيجيات هو استراتيجيات الاعمال زي ما قلنا، وبتعنى بتحويل رسالة المنظمة واهدافها الى استراتيجيات محددة على مستوى الوحدات الادارية التنفيذية للمساهمة في تحقيق اهداف المنظمة، سواء كانت هذه الوحدات تقوم بانتاج سلع او تقدم خدمات لمجموعة من المستهلكين، بحيث يكون نطاق الاستراتيجية التنفيذية اللي بنتكلم فيها دي أكثر تركيزا وأقل مدى من استراتيجية المنظمة ككل اللي بتبقى أكثر شمولا. وتقع مسؤولية إعداد استراتيجية وحدات الأعمال التنفيذية على عاتق مديري وحدات الأعمال الاستراتيجية في المنظمة أو المؤسسة، حيث يتم عرض الاستراتيجية التنفيذية على الإدارة العليا ومجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها اتخاذ قرار بيها. يبقى CEOs هم اللي او البي او دي هم اللي بيعملوا استراتيجية المنظمة العامة، والمانجرز او الدايركتورز اللي هو مستوى المديرين هم اللي بيعملوا استراتيجية الاعمال. اقل استراتيجية عندنا او ادناها في المستويات الاستراتيجية هي الاستراتيجية الوظيفية الفانكشن استراتيجي.
ويطلق عليها في بعض الأحوال operational strategy. تركز على مجال وظيفي محدد بغرض تنظيم استغلال الموارد المتاحة في المجال الوظيفي المعني بكفاءة وكفاءة وفعالية العمل، حيث تقع مسؤولية تطوير الاستراتيجية الوظيفية على عاتق مدير الأقسام والوحدات الإدارية اللي هي أدنى حاجة في الهيكل التنظيمي، وتتضمن الاستراتيجية الوظيفية الأعمال التفصيلية الاستراتيجية اللي هي الديتيلز. ويتميز نطاق الاستراتيجية الوظيفية بالتركيز على الوظائف المحددة مثل الإنتاج، تركز على التمويل، على الأفراد، استراتيجية تدريب، استراتيجية بناء قدرات، استراتيجية جودة، استراتيجية تطوير مؤسسي إلى آخره، تاخد حاجة بعينيها واحدة تشتغل عليها، وغيرها طبعا من المجالات الوظيفية. وأن الدور الاستراتيجي على المستوى الوظيفي يكون أقل مدى زمنيا مقارنة بالمستويات الأخرى سواء مستوى استراتيجيات الأعمال أو استراتيجيات المنظمة، لكن مهم في المستوى الوظيفي هو امتلاك القدرة الفنية والتخصصية في تنفيذ أعمال الاستراتيجية الوظيفية وأنشطتها مع مراعاة التكامل مع المستويات الأخرى لتنفيذ استراتيجية المنظمة ككل، وكذلك الاهتمام بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المباشرة. يبقى عندنا 3 أنواع من الاستراتيجيات. استراتيجية المنظمة ككل بيضعها المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. استراتيجية الأعمال بيبقى مداها الزمني أقل وحدودها أقل كمان من استراتيجية المنظمة، بيكون مسؤول عنها المديرين او الدايركتورز مديري الادارات، بينما الاستراتيجيه الوظيفيه بيكون مسؤول عنها رؤساء الاقسام، وبيكون مداها الاداري اقل حاجه ممكنه، ومداها كمان الوظيفي في حدود اداره واحده بعينها زي الانتاج، التمويل، التدريب، الجوده الى اخره، وبتهتم اكتر بالامور الفنيه، وكلها بتكون مرتبطه ببعضها البعض، بحيث تحقيق الاستراتيجيات الوظيفية متكاملة بيمكنني من تحقيق استراتيجية الأعمال، وكل استراتيجيات الأعمال الموجودة بتمكنني من تحقيق استراتيجية المنظمة ككل. يبقى تأكيد تاني، مستويات الإدارة الاستراتيجية تنقسم إلى استراتيجية منظمة، استراتيجية أعمال، استراتيجية وظيفة، استراتيجية وظيفية. منهج الإدارة الاستراتيجية الفعالة. مين فينا؟ بعتذر طبعا على دور البرد اللي موجود عندي، نتمنى لكم السلامة جميعا. مين فينا يعني ما عندوش علم باستراتيجية المملكة 2030؟ هنجد إن المملكة مؤمنة تماما بفكرة وأهمية التخطيط الاستراتيجي، لذلك بدأت تطرح رؤية أو 2030، بتشتغل على 3 حاجات. هي السعودية أن تكون هي العمق العربي والإسلامي، أن تكون هي السعودية المملكة قوة استثمارية رائدة، أن تكون على تقوم تكون يعني تقوم بدور محور ربط القارات الثلاث، هي قارة أفريقيا، قارة آسيا، قارة أوروبا، بالموارد بتاعتهم طبعا. إذا في رؤية موجودة، رؤية 2030، وفي ضوءها بنبدأ نشتغل كل الوزارات وكل المواقع الإدارية الموجودة في المملكة في حدود أو في نطاق تلك الرؤية. يبقى بعد ما قلنا إن عندي 3 استراتيجيات منظمة أعمال وظائف، ممكن بعد آخر كمان هي استراتيجية الدولة. الدولة بالكامل يكون ليها استراتيجية نبدأ نشتغل في ضوءها، تكون هي المرجعية الرئيسية لينا في أي أداء مؤسسي داخل الدولة. بنتكلم عن بعد كده عن محاور التفكير الاستراتيجي، أو آسف، محاور التخطيط الاستراتيجي، علشان نشتغل أو نرسم استراتيجيات بشكل علمي مهني مخطط ليه، في 4 حاجات لازم أو مراحل لازم إن احنا نشتغل عليهم. فكرة التفكير الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي، التطبيق الاستراتيجي، التقويم والمتابعة. ودي بتلخص منهج الإدارة الاستراتيجية الفعالة في أي أمر احنا بنعمل فيه. نبدأ بالتخطيط الاستراتيجي، التفكير الاستراتيجي، وبنقول إن ممارسة الإدارة الاستراتيجية بيتطلب أو ليه في حاجة مثلا إلى تنمية
منهج التفكير الاستراتيجي لدى أعضاء المنظمة أو المؤسسة، وخصوصا من ينتمون إلى الإدارة العليا، من خلال التركيز على مفهوم الإبداع والابتكار في الحلول والمقترحات للمشكلات والتحديات التي تواجه المنظمة. وتلعب القيادة العليا هنا دورا مهما للغاية في عملية تعزيز منهجية التفكير الاستراتيجي وبناء قدرات العاملين من خلال اهتمامهم بفكرة التدريب وإشراك العاملين على مستويات كافة مستوياتهم في تخطيط استراتيجيات المؤسسة وتنفيذها، وأيضا في التدريب المستمر على استشراف المستقبل. كلمة استشراف المستقبل مين فينا سمع عنها وقراها قبل كده في الأدبيات المرتبطة بالإدارة الاستراتيجية؟ استشراف المستقبل ده منهج، حتى يعتبر منهج في مناهج البحث العلمي زي منهج التجريبي ومنهج الوصفي منهج التاريخي، في مناهج التنبؤ. استشراف المستقبل جاية كلمة استشراف دي من اللغة العربية، من كان في الماضي مفيش اللي هو التلسكوب والنظارات المكبرة والحاجات دي كلها، مش فكانوا بيقفوا في الشرفة يشوفوا الأعداء لما يجوا يحاربوهم، كانت تلاقي مبنى كده وليه برج واحد واقف قوي البصر كده واقف فوق وبينظر من شرفة من نافذة وبيستشرف مين اللي جاي، يشوف مين اللي جاي. فخدوا هذا المعنى وقال في أدبيات الإدارة واستخدموه استشراف المستقبل اللي هو التنبؤ بالمستقبل، ان انا ابقى شايف اللي هيحصل في المستقبل. فمن اساسيات التفكير الاستراتيجي ان ندرب العاملين على فكرة ازاي نتنبأ بالمستقبل على اسس علمي، اسس علمية، مش فكرة دجل وشعوذة وانا اللي هيعرف هيحصل بكرة وبعد بكرة. ده طبعا امر غير وارد، لكن في اليات منهجية نقدر ان احنا نستخدمها، حاجة زي ديلفي ستادي او نقدر نقول عليها دراسات ديلفي. ديلفي ده أحد المعابد القديمة الموجودة في اليونان، وكان بيجيب حكماء المدينة ويقعدوا في جلسة دائرية كده 5 أو 6 يعملوا برين ستورمينج أو عصف ذهني ويتنبأوا باللي هيحصل في ضوء الأمور الحاصلة حاليا وفي ضوء خبراتهم الماضية، فيقدر بناء على ده يتنبأ بالمستقبل. وبيعملوا راونز، يعني يبدأ يحدد حاجة معينة، مثلا المشاكل الصحية اللي هتواجهنا مثلا في ال50 سنة القادمة، يبدأوا يكتبوا نوتس كده برين ستورمنج، حاجات عشوائية، وبعدين يمرروها على بعض. فالمشاركات الأفكار دي تخليهم يعملوا بدل ما يتوقعوا 100 حاجة يبقوا 50 حاجة، وبعدين يمرروها على بعض تاني في الراوند التاني يبقوا 20، يبقوا 5، لحد في النهاية يستقر على 3 حاجات فعلا هم دول الوارد إن هم يحصلوا في المستقبل ويجب علينا إن احنا نستعد ليهم. يبقى عشان نفكر بشكل استراتيجي لازم نبدأ بالتدريب المستمر وبناء القدرات العاملين معانا على كيفية استشراف المستقبل والتنبؤ بالمشكلات التي قد تواجه المؤسسة مستقبلا، وبناء مهارات التعامل مع المواقف والسلوكيات المختلفة في البيئة المحيطة داخليا وخارجيا. يبقى التنبؤ لوحده لا يكفي، بل أيضا أنمي قدرتهم على التعامل مع الأحداث اللي أنا بتوقع حدوثها، بما فيها عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة والقرائن المتوفرة. وعلى المؤسسة التي تطبق فلسفة الجودة الشاملة تمتاز تلك المؤسسات بأن قراراتها الاستراتيجية والعملياتية مبنية على حقائق وبيانات صحيحة، ليس مجرد تكهنات فردية أو افتراضات أو توقعات مبنية على آراء وقناعات شخصية. بيعتمد غالبا منهج التفكير الاستراتيجي على أسلوب التفكير العلمي، ونحدد مشكلة نصيغ لها فروض، نختبر صحة الفروض، ندرس البدائل، في النهاية بنوصل للقرار. وتعتمد دايما على استخدام الأدوات العلمية والمناهج العلمية المختلفة، خصوصا أدوات وطرق الإحصائية في تجميع البيانات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تعزز ممارسة الإدارة الاستراتيجية الفعالة، واللي بتتمثل في استكشاف الفرص والتهديدات وكذلك نقاط القوة والضعف زي ما اتكلمنا عليها من شوية اللي هي SWOT analysis، وربطها برؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها المستقبلية. هنا مهم ان نقول ان ممارسة منهج التفكير الاستراتيجي بتتطلب قيادة إدارية واعية ملتزمة قادرة على ترجمة تصورات التفكير الاستراتيجي ومفاهيمه إلى منهج وثقافة مؤسسية عامة. يبقى ده محتاج إدارة عليا تسبورت الكلام ده أو تسنده، وتحتاج التزام مهني وعملي لدى أعضاء المؤسسة بشكل عام والإدارة العليا بشكل خاص في كيفية إدارة الاجتماعات وورش العمل وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المختلفة.
يبقى هذا عن التفكير الاستراتيجي، وهو امر يجب، مش اوبشن يعني، اتس نوت ان اوبشن، ده حاجه واجب توفرها في المنظمه علشان نقدر نطبق منهجيه الاداره الاستراتيجيه. الحاجه التانيه اللي واجب توفرها هي التخطيط الاستراتيجي اللي احنا قلنا عليه جزء من الاداره الاستراتيجيه. والتخطيط الاستراتيجي بيعتمد على منهجية التفكير العلمي واستخدام أدواته اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. وفي ظل مبادئ الجودة الشاملة، فإن التخطيط الاستراتيجي بيقوم على الإبداع والابتكار اللي هو أحد أهم مبادئ الجودة الشاملة، واستشراف المستقبل أيضا في ضوء معطيات الحاضر وتجارب الماضي. يركز التخطيط الاستراتيجي على بناء غاية المؤسسة المستقبلية ورسالتها وأهدافها، و التعرف على الفرص والمهددات ومجالات الضعف والقدرات الداخلية المؤسسة ونقاط القصور طبعا اللي هي بتمثل في SWOT analysis من خلال إجراءات تحليلات LBA. ويذكر أن التخطيط الاستراتيجي يساعد إدارة المؤسسة على توحيد جهود المنظمة الهادفة إلى تحقيق رضا العملاء، وذلك من خلال إنتاج سلع أو تقديم خدمات بالنوعية والجودة المطلوبة وفقا للمواصفات لكل من السلع والخدمات. واشترك كثير من الكتاب في أن مخرجات التخطيط الاستراتيجي تركز على المحاور الآتية. عشان يكون عندنا تخطيط استراتيجي لازم يكون في رسم رؤية للمنظمة واضحة للمنظمة، مستقبلها رايحين فين، حلم المنظمة ايه، تحديد رسالة المنظمة وغايتها وأهدافها، سبب وجودنا ايه بالضبط، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، تحديد الفجوة أو الموقف الاستراتيجي اللي قلنا عليه الجاب أناليسز، إعداد تنبؤات بشأن الأحداث المستقبلية، تقويم البدائل الاستراتيجية، اختيار المسار الاستراتيجي المناسب، إعداد الخطة الاستراتيجية، والمتابعة والتقويم الاستراتيجي. بعد كده بتيجي مرحلة بعد ما عندنا تفكير استراتيجي، بعد ما عندنا تخطيط استراتيجي اشتغلنا عليه، بنصل إلى مرحلة التطبيق الاستراتيجي implementation. بنقول ان التطبيق الاستراتيجي بيتطلب تحديد القضايا التالية: الاهداف الاستراتيجية البعيدة المدى ومتوسطة المدى والسنوية وطويلة المدى، لازم تكون واضحة ليا عشان ابدأ اطبق، صياغة الاستراتيجيات التنظيمية والسياسات والاجراءات، تخصيص الموارد وتوزيعها، بناء الهيكل التنظيمي المناسب وتهيئته، الادارة الفعالة والكفؤة للعمليات والانشطة المختلفة، بناء القدرات وكفاءات القيادة الإدارية. عشان نطبق لازم يكون عندي أهداف واضحة، عندي استراتيجيات تنظيمية واضحة، سياسات وإجراءات واضحين، موارد موزعة بشكل جيد، هيكل تنظيمي مناسب، إدارة فعالة أو تتسم بالفعالية والكفاءة، في قدرات قيادية وإدارية تمكنني من تطبيق تلك الاستراتيجية. آخر مراحل الإدارة الاستراتيجية هي المتابعة والتقويم. وطبعا أي عمل وارد ان يكون في اخطاء، فبدون متابعة وتقويم لن يتسنى لنا اكتشاف تلك الاخطاء. فالامر المتابعة والتقويم مهم جدا، وعشان اقوم بعملية متابعة وتقويم لخطة استراتيجية لازم يكون عندي او بنظام معلومات كفؤ وفعال يمكنني من الحصول على بيانات، لازم يكون عندي آلية لتحديد المعايير ومؤشرات الاداء، لازم عندي فكرة القياس الأداء الفعلي، فاكرين لما قلنا المعايير والقياس وده أمر مرتبط بالجودة، بدون معايير وقياس ما أقدرش أقول إن في جودة وفي مطابقة للمواصفات. لازم كان عندي آلية لمقارنة الأداء الفعلي بالمعايير والمؤشرات، وفي النهاية اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة. يبقى لو عملنا تفكير استراتيجي اهتمينا بيه، عملنا تخطيط استراتيجي، عملنا تطبيق استراتيجي، عملنا متابعة وتقييم، يبقى احنا كده نقدر نقول ان احنا بننفذ او بنقوم بما يطلق عليه الادارة الاستراتيجية. التخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة بنقول انه يعد الاهتمام بجودة المنتج او الخدمة هدف استراتيجي للعديد من المنظمات. فكرة الجودة نفسها هي هدف استراتيجي للعديد من المنظمات والمؤسسات المعاصرة العاملة في مجال الانتاج والخدمات على حد سواء، وذلك لكون فلسفة الجودة الشاملة تشارك الإدارة الاستراتيجية في التركيز على احتياجات العملاء وإرضائهم. يعني سواء جودة شاملة أو سواء إدارة استراتيجية، الاتنين بيركزوا على فكرة إرضاء العملاء.
متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في سياق الإدارة الاستراتيجية. علشان نطبق جودة شاملة في مؤسسة تنتهج منهج الإدارة الاستراتيجية وفقا لديمنج عام 89، يجب ضمان ما يلي: أولا، تعهد الإدارة العليا بإيجاد طرق لتحسين الجودة بشكل مستمر. 2، تبني فلسفة الجودة الشاملة في المنظمة. 3، التعرف على مشكلات العمل ومواجهتها بشكل مستمر. بكده تبني طرق فاعلة للتدريب والتطوير، خلق تناغم بين الأهداف والخطط من أجل التحسين المستمر للسلع والخدمات، إزالة الحاجز بين العاملين والعمل بروح الفريق الواحد، الاهتمام بالقيادة الفعالة لخلق بيئة عمل ناجحة، خلق جو من الثقة من أجل التغيير والتحديث المستمر، العمل مع المستفيدين على قياس الجودة وتطويرها، والتخلص من المعدات القديمة والمواد الغير صالحة. إذن بنقول إن الاهتمام بجودة المنتج والخدمات هو هدف استراتيجي لكثير من المنظمات، وإن تطبيق الجودة الشاملة محتاج نظرة مستقبلية بعيدة المدى والتزام حقيقي من قبل الإدارة العليا، زي ما قال كل علماء الجودة الشاملة اللي عرضناهم قبل كده، وترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة، بحيث يصبح مفهوم الجودة الشاملة هو فلسفة الإدارة المبنية على تطبيق مبدأ الجودة الشاملة. والجودة الشاملة لا تشمل فقط الاهتمام بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة، بل تأخذ بعين الاعتبار جودة السياسات والإجراءات وجودة المعلومات اللازمة لاتخاذ تلك الإجراءات والممارسات الإدارية المبنية على البراهين والأدلة العلمية، بالإضافة للاهتمام بجودة العاملين وتدريبهم وبناء قدراتهم من خلال توفير فرص التدريب المستمر وكسب رضا المستفيدين من الخدمة أو المنتج. لهذا بنشوف إن الجودة الشاملة تعتبر مهمة من صميم أو تقع في صميم مهام الإدارة الاستراتيجية، والتي يجب أن تعكس مفاهيم الجودة الشاملة في التوجهات الاستراتيجية المنظمة ورسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وأن تصبح ثقافة إدارية قائمة على الممارسة والتطبيق لطرق وأدوات الجودة الشاملة المختلفة. تحقيق برامج الجودة الشاملة الناجحة يحتاج إلى التزام ودعم مستمر من الإدارة العليا، وتحتاج إلى نشر ثقافة الجودة الشاملة وسط العاملين على كافة مستوياتهم التنظيمية، وضرورة تضمين الجودة الشاملة في كل استراتيجيات المنظمة، سواء استراتيجيات منظمة أو أعمال أو استراتيجية وظيفية، وضرورة توعية كافة العاملين بالأقسام الإدارية بمفاهيم الجودة الشاملة وتدريبهم على استخدام سبل تحسين الجودة وتطوير أدائهم كلا في مجال تخصصه. وفي هذا السياق نقدر نقول إن فلسفة الجودة الشاملة في أي منظمة تبنى على عدد من الأمور، من أهمها الاهتمام بتغيير الثقافة والقيم المؤسسية المشتركة السائدة في المنظمة. وقلنا الجودة الشاملة هي ثقافة، وإظهار يعني تبني حقيقي أو دعم حقيقي من الإدارة العليا لبرامج الجودة الشاملة وتحسين الأداء، وإدخال برامج الجودة ضمن المهام الاستراتيجية للإدارة العليا التي تؤمن بضرورة التغيير والتحسين المستمر، وهو ما يختلف بشكل كبير عن الثقافة الإدارية التقليدية. وأن يكون من أهم مبادئ الجودة الشاملة في سياق الإدارة الاستراتيجية الطموح إلى تحقيق منتج خالي من العيوب، معدل صفر للأخطاء، بوصف هدف استراتيجية مستمرة للإدارة الاستراتيجية، بحيث يلغي الاتجاه نحو ثقافة قبول الأمر الواقع كأفضل ما يمكن عمله. يعني مش نرفض ثقافة ليس في الإمكان أفضل مما كان، بل نسعى لتحقيق ثقافة منتج خالي من العيوب، صفر أخطاء، ونركز على أن التزام الإدارة العليا وأسلوب القيادة والرغبة الصادقة في تلامس احتياجات العميل والمشاركة الكاملة وطريقة التحليل النظامي الابتكاري في أي مؤسسة، كل ده هو جوهر الإدارة الاستراتيجية في أي منظمة أو مؤسسة ترغب في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة. لأن الجودة الشاملة عبارة عن خيار استراتيجي طويل المدى، يحتاج إلى القناعة والدعم من قبل متخذ القرار ومشاركة جميع العاملين في المنظمة على كافة المستويات، والشعور بالمسؤولية والقدرة على مواجهة التحديات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة. لذلك بنؤكد على اللي عرضناه من شوية، إن متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في سياق الإدارة الاستراتيجية مبنية على كل اللي احنا قلناه ده: تعهد الإدارة العليا بإيجاد طرق لتحسين الجودة بشكل مستمر، تبني فلسفة الجودة الشاملة في المنظمات،
التعرف على مشكلات العمل ومواجهتها بشكل مستمر، تبني طرق فاعلة للتدريب والتطوير، خلق تناغم بين الأهداف والخطط من أجل البقاء والتحسين المستمر للسلع والخدمات، إزالة الحواجز بين الأقسام والعاملين والعمل بروح الفريق الواحد، الاهتمام بالقيادة الفعالة لخلق بيئة عمل ناجحة، خلق جو من الثقة من أجل التغيير والتحديث المستمر في الأداء، العمل مع المستفيدين للبحث عن قياس الجودة وتطويرها والعمل على تحقيقها، التخلص من المعدات القديمة والمواد الغير صالحة. من جانب آخر بنقول إن عند التخطيط الاستراتيجي لتطبيق الجودة الشاملة يجب مراعاة عدد من التحديات، أهمها التغير السريع في البيئة المحيطة. من الحاجات اللي يجب جدا إن احنا نراعيها فكرة التغير في البيئة المحيطة، وده زي ما قلنا لكم فكرة إن نوكيا خرجت لعدم قدرتها على التكيف مع المتغيرات والتنبؤ ليها والاستعداد ليها. المنافسة الشديدة في سوق العمل، العولمة الإدارية فكرا وتطبيقا، التغيرات التقنية السريعة، التغير في المعارف والمهارات، محدودية الموارد المتاحة وندرتها، التحول إلى الاقتصاد المعرفي، عدم الاستقرار الاقتصادي، زيادة دور جماعات الضغط وجماعات المراقبة والتقويم، تعدد مصادر الأخطار في بيئة العمل. كل دي حاجات يجب مراعاتها عند انتهاج التخطيط الاستراتيجي. ونقوله بتبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي وممارسة الإدارة الاستراتيجية في سياق الجودة الشاملة من خلال النظر إليهما. التخطيط الاستراتيجي والجودة بوصفهما نظاما أو مجموعة من العمليات التي لها مجموعة من الخصائص تميزها عن أسلوب الإدارة التقليدية، ومن أهم تلك الخصائص هو التركيز على الأهداف والنتائج، وجود رسالة وغاية وأهداف واضحة تحكم وتوجه أنشطة المؤسسة وتكون المنطلق الأساسي لإدارة أنشطة الجودة وتحسين الأداء. 2. أهمية التكامل والترابط الداخلي لمكونات محاور التخطيط الاستراتيجي وممارسة الإدارة الاستراتيجية في سياق الجودة الشاملة. 3. اتباع المنهج العلمي والتفكير الاستراتيجي، حيث تبرز أهمية استخدام المنهج العلمي والتفكير الاستراتيجي عند ممارسة مبادئ الإدارة الاستراتيجية والجودة الشاملة. 4. التحليل والتفسير الموضوعي للمواقف والأحداث والربط المنهجي النظامي للعلاقات بين المتغيرات والتفسير العلمي لدلالة الاتجاهات، حيث يستلزم التوازن بين العاطفة والمنطق الرشيد عند تحليل البيئة في المؤسسة، اختيار المسار الاستراتيجي المرتبط برسالة المنظمة وأهدافها. 5. فكرة النظام، مفهوم النظام، مدخلات، مخرجات، عمليات، وإن التخطيط الاستراتيجي والجودة عبارة عن نظام متكامل له مخرجاته مرتبطة بمجموعة من العمليات وكذلك المدخلات، حيث تبدو الإشارة إلى أن أهمية التركيز على تطوير أداء النظم والعمليات أكثر من التركيز على الأفراد، كون الدراسات السابقة بيانت إن من 80 لـ85% من مشكلات الجودة تحدث نتيجة خلل في النظام. فاكرين لما ديمنج قال باد سيستم ويل بي جود بيبول إيفري تايم، بينما لاحظ أن ما يقرب من 5% أو 15% من مشكلات الجودة كانت نتيجة سلوكيات الأفراد وأدائهم. 6. نقول التحليل والتقويم، تبرز أهمية التحليل والتقويم في البيئة الداخلية والخارجية مع التركيز على تشخيص العلاقة التفاعلية والتبادلية بين المؤسسة ومفهوم الإدارة الاستراتيجية ونظام إدارة الجودة الشاملة، حيث تحتاج الإدارة الاستراتيجية وفلسفة الجودة الشاملة إلى دراسة الظواهر وتحليلها ومعرفة الأحداث واتجاهاتها وأثرها على بيئة العمل. 7. عندي المتابعة والتقويم، وأي نظام إدارة استراتيجية في حاجة إلى وجود نظام معلومات كفء وفعال يزود متخذ القرار بالبيانات والمعلومات المطلوبة من أجل التعرف على المشكلات التي تواجه الجودة الشاملة وفرص التحسين والتطوير. أيضا فكرة الخطر ومصادر الفشل، تتنوع مصادر الخطر وأسباب الفشل التي قد تهدد فعالية أسلوب التخطيط الاستراتيجي وممارسات الإدارة الاستراتيجية في سياق الجودة الشاملة. ومن أهم تلك المصادر فلسفة الإدارة العليا وعدم قناعتها فلسفة الجودة الشاملة، وده يعني سبب هيهدم وجود الجودة في أي منظمة، بالإضافة إلى مصادر الخطر وأسباب الفشل المرتبطة بالممارسات الإدارية القائمة وأسلوب إعداد الخطط والبرامج وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها. وأخيرا نقدر نقول البحث والتطوير من أهم الأمور، إنه يجب أن تهتم إدارة الجودة الشاملة في سياق مفهوم الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بإجراء البحوث والحصول على الأدلة والمؤشرات اللازمة لفهم الحاضر وتوجهات المستقبل الاستراتيجية، حيث يهدف البحث والتطوير إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات عن الحاضر والمستقبل، مثل لماذا وجدت المؤسسة أو المنظمة
موجودين ليه؟ ماذا تريد أن تكون؟ يبقى موجودين ليه بنقول رسالة، ماذا تريد أن تكون في المستقبل بنقول رؤية، ما حقيقة الوضع الحالي للمؤسسة؟ ما حقيقة متغيرات البيئة الخارجية؟ ما اتجاهات تحرك المؤسسة إلى الأمام؟ كيف يمكن للمؤسسة ترجمة تلك الأهداف إلى برامج ومشروعات؟ اللي هو تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وضعنا الحالي إحنا رايحين فين؟ الجاب أناليسيز أو تحليل الفجوة، كيف تتابع المؤسسة وتقوم أداء برامجها لفكرة المتابعة والتقويم ومشاريع على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفصل السادس، يعني التخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة، فصل من الفصول الجميلة الخفيفة. يمكن احنا ما عرضناش لمعلومات جديدة فيه غير ما يتعلق بأهمية التخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة، لكن ما دون ذلك كلها معلومات كانت عندكم قبل كده ودرستوها في مقرر الإدارة الاستراتيجية. يبقى جزء بسيط إن شاء الله هنبدأ بيه محاضرتنا القادمة، وهو فكرة إن احنا نعمل بريفنج للمقرر للفصل السادس، ونقول إيه الأسئلة اللي ممكن إن احنا نسأل فيها زي ما احنا متعودين، ندي نموذج الأسئلة عشان برضه ما تبقاش الأمور صعبة علينا. بكتفي بهذا القدر اليوم، بشكركم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة رقم 10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.